أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: بسبب الغلاء الخطير وغير المسبوق الجبهة الاجتماعية تدعو المغاربة للاحتجاج. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى الاحتجاج يوم السبت 8 أبريل بكافة المدن المغربية ضد الغلاء الذي وصف بالخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية. وقالت سكرتارية الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية في بلاغ لها توصل الأول بنسخة منها عقاب اجتماع لها أول أمس الجمعة، قالت إنها ناقشت السمة الرئيسية للأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وخاصة ما يتعلق بالغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك وخاصة الخضر. وتابع البلاغ: وينضم هذا إلى الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمرة رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي، وهذا في ظل استمرار الوضع بالنسبة لشركة لاسمير بالمحمدية على ما هو عليه نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول. وأكدت الجبهة الاجتماعية المغربية على أنه أمام هذه الأوضاع المتردية، فإن السكرتارية الوطنية إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه السياسات اللا شعبية والجشعة التي تعمل على تجويع الشعب المغربي، فإنها تهيب بكل فروع الجبهة لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق بلادنا يوم السبت 8